رحت على بيت اليتيم، كان عمري 8 سنين، فصلوا أهلي وقتها. رجع بي تزوج ووقفت، رحت قعدت مع بي، رجعت علي بربا. بصراحة يعني يا ريت ما رحت. يعني في كتير أمور مثلا مثل ضرب، وخصوصا إنه بعيد عن أهله الواحد، فبتعرض لضرب وقصص، فما عادش بحب يروح لهونيك أبدا. هو أكتر شيء العنف أنا كنت شوفه، هو عنف ضرب يعني، وطريقة حكي أسلوب مش منيح تعامل يعني. عمرو ريدان هو شاب لبناني من يلي قرروا يحكوا عن الانتهاكات اللي عايشها ببيت اليتيم الدرزي، واللي شهدت جدل واسع مع بروز شهادات ومعلومات عن سوء معاملة وتحرش وعنف وفساد. إذا بتحكي هيك شيء مثلا بتكلي قتلي. يعني إذا مثلا بدي روح أحكي للإدارة شو بدي أقول لهم مثلا؟ حتى أهلي يعني أمي لفترة لعرفت لخبرت هذا الشيء وتفاجأت. إذا الواحد بدي روح يحكي مع أهله يدق لهم كمان بدي يدفع مصاري، فإنه أمور غريبة جدا يعني. كل التبرعات اللي كانت تروح على مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وكانوا بدو ياخذوا من تلميذ مصاري ليتصل بأهله، ما حدا كان جرأ يتشكى. لمين بدو يتشكى؟ ما اللي كان ينضرب منه هو المسؤول، لمين بدو يروح يتشكى؟ يعني إذا أنا بالميتم عم انضرب من الأستاذ المسؤول عنا فوق، لمين بدو يروح يتشكى؟ للإدارة؟ ما هي الإدارة كانت تطلب يضربوا أصلاً. تحقيقات رسمية بدأت مع بعض المشتبه بهم بقضايا تعنيف أطفال واعتداءات ببيت اليتيم، بس برزت بالمقابل حملة لحماية المؤسسة واعتبار التهم محاولة لتشويه سمعتها، تماماً مثل ما بيصير مع كل قضايا كشف الانتهاكات يلي بتحصل بدور الرعاية بلبنان، خصوصاً بظل الحماية الطائفية والسياسية لهيدي المؤسسات. عن كل حادثة بيصير فيها اعتداء على أطفال في كنف المؤسسات، تنتصر الطائفة أولاً لحماية هالمؤسسات، وتقف رادعاً ضد أي محاولة إصلاح حقيقية. عبر التاريخ جرى توصيف المؤسسات الرعائية كعامل انتخابي، وكأنهم يأخذون الأطفال وعبر الأطفال عائلاتهم وهائن لا شحب الدعم الشعبي وللتصويت، وهذا ما أدى إلى مؤسسة العمل الرعاية البديلة بلبنان كعمل خيري يقوم به المعطائين أصحاب النفوس، وهم بالتالي يوظفون هذه المؤسسات الرعائية كوسيلة لا شحن الأصوات الانتخابية. مثل ما بيصير بكل قضية مماثلة، بيتعرض يلي بيدلي بشهادته للتشكيك والتكذيب. عمرو قرر إنه ينضم لمجموعة من الطلاب السابقين يلي بدهم يوثقوا تجربتهم والانتهاكات اللي تعرضوا لها. ربما بعض الأحيان تضخم الأمور، لكن لابد من معالجة. مهما كانت هذه الأمور لابد من معالجة. أنا بدي أحصل حق تلاميذ اللي بده يروح واللي موجودين هونيك واللي بده يروح يتعلموا من بعده، كرمال ما يعيشوا اللي نحن عشناه. بيتم الاحتفاء بدور الأيتام بوصفة حل لأزمة اجتماعية حادة، بس السؤال بيبقى، هل هيدي المقاربة بتحل فعلا أزمة الأطفال يلي بتم التخلي عنهم؟ 99% من الأطفال في دور الرعاية هم ليسوا بأيتام بالأصل، هم وهن هناك نتيجة الفقر وليس نتيجة وفاة الأم والأب، وبالتالي استثمار المصاري برعاية الأطفال ببيئتهم بكنف عائلتهم هو الطريقة الأفضل والأكثر أماناً للأطفال.